أكد سليم لباتشا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على هامش تنصيبه للمكتب الولائي للاتحاد بالمنيعة أن الاتحاد رحب بقرار ترقية ولاية المنيعة ولاية كاملة الصلاحيات لما تتمتع به من مزايا فلاحية وسياحية وتجارية وصناعية تحويلية، ولأن هذا القرار جاء لإعطاء ديناميكية ودفع للرقي بهذه الولاية. نتابع التفاصيل في ميكروفون عاصم بخاري. قرار السيد رئيس الجمهورية إنشاء ولاية المنيعة من ضمن العشر الولايات الجديدة قرار رحبنا به، جاء قرار سليم وحكيم لعدة مزايا تمتاز بها هذه الولاية العريقة. هذه الولاية عندها مزايا فلاحية بامتياز، عندها مزايا سياحية، وهذا القرار في حد ذاته جاء لإعطاء ديناميكية، جاء لإعطاء دفع جديد، جاء للم شمل مجهودات الجميع في إطار الارتقاء. كما أكد سليم لباتشا أن المنتوج الفلاحي للولاية يمكن أن يتطور للوصول إلى صناعة تحويلية، وهو الهدف الذي ينبغي التجند له جميعا. عاصم بخاري ثانية. هذه الوفرة تاع المنتوجات الفلاحية في هذا المجهود الفلاحي تقدر تؤدي بنا إلى صناعة تحويلية غذائية، والحمد لله نعلم أن فيه عدة مستثمرين من مواطنين هذه الولاية وقابلين أنهم يؤدوا هذا المجهود وقابلين أنهم يرفعوا هذا التحدي. المجهود تاع الجميع يوصل بها لهذا المستوى، المستوى تاع التنمية المحلية، والتنمية المحلية في آخر المطاف تكون في صالح مواطنين، عامة مواطنين هذه المنطقة إن شاء الله. هذا هو المراد وهذا هو الهدف، والمطلوب منا جميعا اليوم الانخراط في هذا المجهود. من جهة أخرى أكد وشدد سليم لباتشا على ضرورة العمل المشترك المبني على الحوار، وذلك لتحقيق مطالب العمال بمختلف المؤسسات. عاصم بخاري ثانية. وما يمكنش أن نقضي على هذه الأشياء السلبية أو على النقائص في ظرف وجيز أو بعصا سحرية. هذه المشاكل المطروحة نتعامل معها، نتحاور من أجلها، نعمل نوفر الظروف والإمكانيات ونحقق المطالب شيئا فشيئا إن شاء الله. ما فيش أشياء تتحقق بين ليلة وضحاها. المشاكل اللي ورثناها اقتصادية كبيرة، تراجع كبير، واليوم كل منا كل في مجاله يدير في مجهود من أجل نعاود نرجع إلى المستوى اللي تطمح له الجزائر.